يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على امام المشارق والمغارب بقيه الله تاجي مفاخر آل أبي طالب. سلام على سيد الأرض والسماء. سلام على معز الأولياء. قائم آل محمد. إمام زماننا. الحجة بن الحسن. ورحمه الله وبركاته وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه الحلقه الحاديه والثلاثون بعد الثلاثمائه البرنامج الذهبي انه برنامج, برنامج القرية, القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبيه اعرف امامك, إمامك وعرف بإمامك, بامامك المعرفه, المعرفة الذهبية, الذهبيه امامك دينك ودينك, ودينك إمامك. العبادة الذهبية. الذهبية رابط مرابطة رابط الأحرار في فناء, فناء إمامك, إمامك. البراءة الذهبية. الذهبية طلق منهج, منهج أصحاب العمائم, العمائم الإبليسية الكبيرة, الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائنا لا رجعه فيه ان كنت راغبا في امامك رساله من المنطقه الشرقيه في السعوديه هذه الرساله اشتملت على مضمون يكثر الحديث حوله في كل انحاء العالم اقرأ الرسالة كما وردتني يكثر الحديث عند الشباب عن تجارب الاقتراب من الموت near death experience حيث تنتشر الكثير من الفيديوهات على الانترنت لكثير من الناس يمرون بهذه التجربه من مختلف الاطياف وما يشاهدونه من احداث خلال هذه التجربه وان الموت جميل جدا وكانه لا يوجد حساب او عقاب او ملك موت او رؤية بحسب عقيدتنا لاهل البيت وتعزز احيانا هذه المقاطع مقاطع الفيديو وتعزز احيانا هذه المقاطع فكره تناسخ الارواح أو تعدد الحيوات الحيوات جمع لحياة وهناك من يستدل ببعض القصص وردت في كتاب رحلة الأرواح لمايكل نيوتن وبعض المسلمين يستدل بهذه الآيات ثم أنشأناه خلقا آخر ونُنشئكم فيما لا تعلمون فهل هذه المضامين وردت في فكر أهل البيت عليهم السلام كيف نفسر لأبنائنا وأطفالنا هذه الأمور هل لها منظور خاص وشكرا لكم هذه الرساله قراتها عليكم كما وردتني الرساله اشتملت على العديد من العناوين المهمه ومن المطالب التي هي بحاجة إلى كلام طويل، لكنني سأوجز في الإجابة بحدود هذه الحلقة والحلقة القادمة، وإلا فان هذه الموضوعات تحتاج الى عدد كثير من الحلقات ساختصر الاجابه في حلقه اليوم وحلقه يوم غد ان شاء الله تعالى سااخذ العناوين المهمه التي وردت في هذه الرساله العنوان الاول تجارب الاقتراب من الموت هي ترجمه للعنوان الذي جاء مذكورا هنا ايضا نير death اكسبيرينس تجارب الاقتراب من الموت عنوان ينتشر في الاعلام خصوصا على الشبكه العنكبوتيه الانترنت وهناك من البرامج التلفزيونيه على مختلف المحطات التلفزيونيه في العالم تتناول هذا الموضوع ما المراد من, من تجارب الاقتراب من الموت ربما بعض من يشاهدني الان لا يملك فكره عن هذا العنوان لا يملك فكره عن هذا الموضوع المراد من هذا العنوان حالات عاشها مجموعه من الناس في مختلف انحاء العالم في مختلف البلدان ومن مختلف الشعوب والاجناس ومن مختلف الديانات والاعتقادات فيهم من هو متدين متمسك بدينه الذي يعتقد به وهناك من هو لا يؤمن لا بوجود اله ولا بوجود دين ولا بوجود غيب ومع ذلك مر بهذه التجربه خلاصه القول بخصوص هذه التجارب الذين يتعرضون لحوادث الاصطدام الشديد بسبب حوادث السير أن يكون في سيارة صغيرة وإذا به يفاجأ بشاحنة كبيرة ثقيلة تدوس سيارته او انه يصطدم اصطداما بحاجز من الحواجز الكبيره في الطريق التي لم يكن ملتفتا اليها وربما يكون قد غطس في الماء ولسبب وآخر فإنه مات غرقا كما يقولون مات غرقا هم يقولون من أنه مات غرقا كذلك الذين يخضعون لعمليات جراحيه معقده ويبقون تحت البنج لساعات طويله الذين يصابون بالسكته القلبيه وامثالها من الأمراض التي تؤدي بهم إلى الدخول في غيبوبة طويلة هذه أمثلة ونماذج من الذين مروا بالحالات التي يطلقون عليها هذا العنوان تجارب الاقتراب من الموت هؤلاء الذين عانوا هذه المعاناه قطعا ليس كل شخص عانى انواع هذه المعاناه قد مر بهذه التجارب وانما البعض منهم البعض ممن عانى هذه المعاناه كالاصابه بالسكته القلبيه كالاصابه بمرض شديد ادى الى غيبوبه طويله كالاصطدامات القويه الساحقه على الطرقات اتحدث عن حوادث السير الى بقيه الامور التي اشرت اليها بعض الذين عانوا هذه المعاناه مروا بتجربه الاقتراب من الموت كما يقولون بشكل عام كلهم يتحدثون عن ان ارواحهم تخرج من اجسادهم ومن انهم يبقون لفتره قريبين من اجسادهم ينظرون إلى أجسادهم وينظرون إلى المكان الذي تتواجد فيه أجسادهم وينظرون إلى الناس من معارفهم أو من غير معارفهم إنهم لا يشعرون بألم يشعرون بحريه ووحشه واستغراب للحال الذي هم عليه فهم قد ارتفعوا فوق اجسادهم وفي الوقت نفسه ينظرون الى اجسادهم يستشعرون حاله من الذكاء الشديد يتذكرون كل شيء مر بحياتهم وربما يعرض عليهم في شريط سينمائي يشاهدون كل التفاصيل ما صدر منهم من جميل او ما صدر منهم من قبيح يدخلون في نفق او ما يشبه النفق قد يكون مظلما قد يكون مضيئا واذا ما خرجوا من ذلك النفق فانهم سيذهبون الى عالم وسيع فسيح يلتقون بكائنات نورانيه في بعض الاحيان لا يعرفون حقيقتها وربما يلتقون بملائكه يتحدثون معهم يلتقون بشخصيات من البشر من الاموات من معارفهم او من غير معارفهم يخبرون بالكثير من امور مستقبلهم لكنهم حينما يعودون الى الحياه ينسون كثيرا مما اخبروا به عن مستقبلهم البعض منهم يكون في نعيم والبعض منهم يكون في بؤس وعذاب وألم شديد هناك الكثير من التفاصيل ثم يصدر الأمر إليهم أن يعودوا إلى أجسادهم هذه خلاصة والا فهناك الكثير من الكلام يمكنكم ان تدخل الى اليوتيوب وتطلع على الكثير من هذه المضامين من رجال من نساء من مسلمين من الشيعه من السنه من المسيحيين من اليهود من ديانات مختلفه ومن اناس لا يؤمنون بالاديان ولا يؤمنون بوجود اله يمكننا ان نجد تشابها الى حد كبير في هذه التجارب عند اولئك الذين مروا بها في الاعم الاغلب يتحدثون عن نعيم وبهجه وسرور مروا به ولكن هناك من يتحدث عن عذاب وبؤس والم شديد الا ان اكثر الذين تحدثوا وعرضت احاديثهم على الانترنت كانوا مروا بتجربه استشعروا فيها النعيم والسعاده واللذه والراحه الرساله تسال عن هذه التجارب وطرحت بعضا من المطالب لكن الرساله في اخرها تبحث عن موقف ثقافه العتره الطاهره صلوات الله عليها من كل هذا الذي اشرت اليه نذهب الى فاصل عن داوود ابن كثير, كثير الرقي, الرقي قال قلت لابي عبد الله, عبد الله امامنا الصادق صلوات الله, الله عليه, عليه ما معنى السلام على رسول الله, الله. فقال, فقال ان الله تبارك وتعالى, وتعالى لما خلق, خلق نبيه ووصيه, ووصيه وابنته وابنيه وجميع, وجميع الأئمة, الائمه وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيه فيها قال لا خصومه فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه من جمله ما اشارت اليه هذه الرساله من ان احاديث هؤلاء الذين مروا بتجارب الاقتراب من الموت كما شاع الاصطلاح عن تلك الحالات من انه في بعض الاحيان احاديثهم تعزز فكره تناسخ الارواح او تعدد الحيوات لا اريد ان اقف عند هذا العنوان طويلا لكنني سأحدثكم عنه بشكل اجمالي لوروده في الرسالة ولارتباطه بهذا الموضوع اذا ما رجعتم الى الفيديوات او الى البرامج الموجودة على الانترنت تناسخ الارواح وتعدد الحيوات قطعا نحن في دين محمد وال محمد نرفض هذا المضمون رفضا قاطعا نرفض فكره تناسخ الارواح وتعدد الحيوات المراد من تعدد الحيوات لشخص واحد سابين لكم المقصود من هذا من اقدم الديانات في العالم التي تعتقد بهذه العقيده الديانه الهندوسيه الديانه الهندوسيه تعتقد اعتقادا اساسيا في مضمونها بتناسخ الارواح وتعدد الحيوات ويفسرون المجريات التي تجري في حياه اي انسان بما جرى في حياته السابقه او في حيواته السابقه فاذا كان الانسان يعيش بصحه وسلامه ووفره في المال وجمال في المظهر ليس هناك من منغصات في حياته يعتبرون ان هذا الذي هو عليه جزاء لافعال حسنه لمحاسنه في الحيوات السابقه وهكذا اذا كان الانسان يعاني من منغصات في الحياه من مرض عضال الى بقيه الامور المنغصه في الحياه فان هذا يعني انه في حاله جزاء لافعاله السيئه في الحيوات السابقه في حيواته السابقه على سبيل المثال جئتكم بهذه الصوره الوجيزه مع ملاحظه مهمه جدا من ان الذين ارخوا للديانه الهندوسيه هناك منهم من يعتقد من ان العقيده هذه وان كانت قديمه الديانه الهندوسيه ديانه قديمه جدا ربما هي اقدم الديانات الكبيره في زماننا هذا بين ديانات العالم من الوجهه التاريخيه فهناك ممن ارخ لهذه الديانه ويقول من ان عقيده التناسخ وتعدد الحيوات عقيده طارئه بعد ذلك حدثت لان الديانه في اصلها كانت تعتقد باليوم الاخر لا شان لي بالديانه الهندوسيه ولا بالديانه البوذيه التي هي اساسا فرع من فروع الديانه الهندوسيه في الاصل بعد ذلك استقلت وصارت دينا فمؤسس الديانه البوذيه كان هندوسيا في الاساس على أي حال هذا موضوع خارج عن بحثنا ديانات مجموعات اتجاهات تعتقد بتناسخ الأرواح من أن الإنسان إذا مات وخرجت روحه من جسده فإنها ستعود في جسد انسان اخر هذا هو تناسخ الارواح في جسد انسان اخر يولد من اب وام الروح التي خرجت من جسد سين من الناس حينما مات وخرج من هذه الدنيا فإن روحه ستعود في جسد آخر يعتقدون أن عدد الأرواح محدود هكذا يعتقدون ومن أن الأرواح تبقى في دورة من الحيوات تصل إلى الحياة السابعة وبعد ذلك تترقى هذه الروح كي تتصل وتمتزج بالروح الكلية في الوجود التي قد يصطلحون عليها النيرفانا فانها تتصل بالنيرفانا بالروح الكليه بالروح العامه بالروح الحقيقيه في هذا الوجود فحينما تتناسخ الارواح من الضروري فان الحيوات ستتعدد فسين من الناس مات وخرجت روحه من جسده ستنتقل بعد ذلك ضمن سلسله من التفاصيل والوقائع ستنتقل الى مولود جديد انها ولاده جديده ولاده ثانيه وبعد ذلك يموت هذا المولود بعد ان ينتهي عمره تخرج روحه من جسده وتعود مره اخرى الى حياه ثالثه وهكذا فتناسخ الارواح يؤدي الى تعدد الحيوات هناك من الفرق ومن المجموعات يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك النصيريون مثلا يعتقدون بالتناسخ وكذلك يعتقدون بالتماسخ التناسخ الارواح تبعث مره اخرى في اجساد بشريه جديده اما التماسخ فان الارواح ستبعث في اجسام حيوانيه وهناك التفاسخ فانها تبعث في اجسام نباتيه تبعث الارواح في الاشجار وفي النباتات وهناك التراسخ حيث تبعث الارواح في الاحجار والصخور لا اريد ان اخوض في ترهات النصيريين والخطابيين والسبئيين من هذه الفرق والمجموعات الضاله الملعونه هذه فكره تناسخ الأرواح وتعدد الحيوات بشكل إجمالي البرنامج ليس معدا للحديث في الدخول في تفاصيل هذه الموضوعات وهي ليست مهمة هي ليست مهمة إنما أشرت إليها عرضا لارتباطها ب سؤال السائل في هذه الرساله ولانني اتوقع ان كثيرين ممن يشاهدون فيديوات تجارب الاقتراب من الموت يسمعون مثل هذا الكلام خصوصا في الفيديوات الامريكية الاوروبية او من مختلف الدول غير الاسلامية فياتي هذا الكلام ياتي الكلام عن تناسخ الارواح وعن تعدد الحيوات هؤلاء يعتقدون بهذه الفكره لماذا؟ لانهم لا يعتقدون بيوم للقيامه الاعتقاد بتناسخ الارواح والذي يؤدي الى تعدد الحيوات يناقض الاعتقاد بيوم القيامه بيوم الدين ويوم العداله الالهيه. انا لست بصدد مناقشه هذا الموضوع لكنني اردت بيانه بشكل اجمالي. الرساله تقول من ان بعض هذه التجارب قد تعزز هذه الفكره نحن بحاجه الى ان نضع هذه التجارب اعني تجارب الاقتراب من الموت ان نضعها في موضعها الصحيح اذا وضعناها في موضعها الصحيح فحينئذ هذا الكلام سيتلاشى ولن يبقى موجودا المشكله اين على الاقل من وجهه نظري المشكله من انهم وضعوا عنوانا لهذه الحالات لا ينطبق عليها فهذه الحالات ما هي بوقائع يكون فيها اولئك الناس قريبين من الموت الموت ليس هكذا هذا شيء اخر سياتينا الحديث تباعا قطعا لا شان لي بالتفسيرات وبالنظريات التي وضعت لتفسير هذه الظواهر سأذكرها لكم بالإجمال لا شأن لي بها فأنا أتحدث من منظار ثقافة العترة الطاهرة وسيأتي الكلام ماذا تقول؟ معارف العترة الطاهرة هذا السؤال سياتي الجواب عليه في حلقة يوم غد اما في هذه الحلقة فانني اريد ان اضعكم في المعطيات العامة لهذا الموضوع كي تكونوا على خبرة ودراية في ملابسات هذا الموضوع المشكله هنا المشكله في العنوان المشكله في تصور هؤلاء الناس من انهم خاضوا تجربه كانت قريبه من الموت الموت شيء اخر وهذا الذي حدث لهم شيء اخر انا لا اكذبهم هناك من كذبهم انا لا اكذبهم وعلى اختلاف دياناتهم وعلى اختلاف جنسياتهم وعلى اختلاف اتجاهاتهم انا لا اكذبهم ربما لا يحسنون التعبير في تصويري وتقريب ما مر بهم هذا قطعا أمر موجود لكنني أتحدث بالإجمال فإنني لا أكذبهم وفي الوقت نفسه من وجهة نظري بحسب ثقافه العتره الطاهره من وجهه نظري هذه الحالات والوقائع لم تكن قريبه من الموت وانما هذا الذي تحدث به اصحاب التجارب القضية ستكون واضحة إذا شخصنا هذه التجارب أين سنصنفها أين سنضعها تحت أي عنوان لا بد أن نعنونها بعنوان صحيح وبعد ذلك يمكننا ان نتحدث في التفاصيل فاذا ما عنوناها بعنوان صحيح فان الكلام هذا عن فكره تناسخ الارواح وتعدد الحيوات سيتلاشى وهذا ما ستتلمسونه بعد ان اكمل حديثي في هذه الحلقه وفي الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى واشارت الرساله الى كتاب هو رحله الارواح لمايكل نيوتن مايكل نيوتن طبيب نفسي من اطباء علم النفس من اطباء الامراض النفسيه امريكي له العديد من المؤلفات هذا الطبيب النفسي الامريكي اعني مايكل نيوتن من المتخصصين في مجال العلاج بالتنويم المغناطيسي ويعد من ابرع الاطباء في هذا المجال وقد حقق الكثير من النتائج العلميه ومن النتائج النفسيه ومن النتائج الطبيه فيما قام به من علاجات عبر أسلوبه المتميز في التنويم المغناطيسي لكنه في الوقت نفسه هو لا يؤمن بوجود إله هو ملحد هو ملحد هو ملحد كما يصطلح على الملحدين في زماننا هذا هو ملحد مايكل نيوتن طبيب نفسي امريكي ملحد لا يؤمن بوجود اله ولا يؤمن بوجود الاديان ولا يؤمن بوجود الغيب ولا يؤمن بوجود الارواح تغير بعد ذلك فصار يؤمن بوجود الارواح ويؤمن بخلودها بسبب ما مر عليه في مجال عمله ألف كتابه هذا بين يدي رحلة الأرواح الدكتور مايكل نيوتن رحلة الأرواح دراسات لحالات عن الحياة بين الحيوات هذه الترجمه ترجمه نبيل يوسف الفقيه ودار النشر هي دار نوفل هذه الطبعه الثانيه 2019 ميلادي بيروت لبنان هذا هو الكتاب الذي يتحدث عنه السائل في رسالته مثلما قلت لكم مايكل نيوتن طبيب نفسي امريكي ملحد لكنه بارع وبارع جدا في التعامل مع مرضاه عبر التنويم المغناطيسي هذا الكتاب يشتمل على تسعه وعشرين تجربه من تجاربه في مجال التنويم المغناطيسي تسعة وعشرون مريضا وقد أثبت تفاصيل بحثه وتجاربه في مجال التنويم المغناطيسي في هذا الكتاب وضع للكتاب مقدمة وجعل للكتاب خاتمة وما بين المقدمة والخاتمة سطر مايكل نيوتن تسعة وعشرين تجربة قام بها وأجراها وطبقها على تسعة وعشرين مريضا من مرضى كما يقول هو من أنه طبق عليهم برنامجه وخبرته في مجال التنويم المغناطيسي نومهم مغناطيسيا ورفع مستوى وعيهم إلى أعلى ما يمكن أن يرتفع وعيهم في تلك التجارب وفي هذا المضمار في مضمار حقل التنويم المغناطيسي ومن أنه استطاع أن ينشّط ذاكرة كل مريض من مرضاه عبر الوعي الفائق بحيث كان باستطاعه كل مريض من مرضاه ان يعود في ذاكرته الى عميق وجوده وان يتذكر حياته السابقه قبل ان تتمازج روحه في جسد جديد في ولاده جديده خلاصه الكلام مايكل نيوتن يعتقد بتناسخ الارواح ويستدل على هذا بتجاربه في التنويم المغناطيسي على مرضى كما هو يقول يرفع وعيهم إلى درجة عالية وينشط ذاكرتهم إلى حد عميق بحيث يتذكرون تفاصيل حيواتهم السابقة وكيف أن أرواحهم خرجت من أجساد كانوا يعيشون فيها في زمن سابق ثم رجعت وامتزجت باجساد جديده وعاشوا حياه اخرى على هذه الارض هو هكذا يعتقد هذا الموضوع بحاجه الى نقاش مطول الذين يذهبون الى هذا الكتاب ويقرؤونه من دون ثقافه ومن دون معرفه في هذا المجال قد يصدقون الذي جاء في هذا الكتاب اساسا مايكل نيوتن ثقافته لا علاقه لها بالغيب ولا علاقه لها بالدين مايكل نيوتن استعمل التنويم المغناطيسي كي يصل الى هذه النتائج فمن قال من أن النتائج التي يصل إليها عبر هذا الطريق ستكون نتائج صحيحة خصوصا وهؤلاء الذين أجرى عليهم تجاربه هم مرضى هم مرضى من المرضى النفسيين والذين يصابون بالامراض النفسيه كيف نستطيع ان نطمئن الى تصوراتهم والى ما يجري في ذاكرتهم والى مجموعه المعلومات التي تختزن في خلجات نفوسهم انا لا اريد ان ادخل في هذا الموضوع وهذا المجال مجال يتشعب فيه الحديث المرضى صادقون في تصوراتهم لكن المشكله ليست في صدق المرضى او في عدم صدقهم مايكل نيوتن صادق في تجاربه المشكله ليست في صدقه او عدم صدقه المشكله في مصدر هذه المعلومات من اين وصلت هذه المعلومات الى المرضى كيف وصلت اليهم وكيف اعتقدوا بها المشكله في التفسير الذي سيوضع لهذه الظواهر فان مايكل نيوتن وغيره لا يمتلكون المفردات الغيبيه لتفسير هذه الظواهر انهم يعتمدون على المفردات المختبريه من خلال تجاربهم من خلال اختباراتهم من خلال وعيهم الشخصي الذي يستند الى علم النفس فمن قال ان النتائج التي وصل اليها علم النفس صحيحه بالمطلق علم النفس في ابحاثه ونظرياته والنتائج التي وصل اليها يصيب في جانب ويخطئ في جانب كبقيه العلوم علم الطب بشكل عام علم احتمالي والا لماذا الطبيب يصيب في التشخيص في بعض الاحيان ويخطئ في احيان اخرى لماذا لان القضيه مبنيه على الاحتمالات وقد يصيب الطبيب وقد يخطئ اتعلمون ان في بعض الدول الان في بعض الدول الاوروبيه صدرت قوانين من ان تشخيص الامراض الخطيره يرجع فيه الى اجهزه الكمبيوتر التي قطعا تغذى بالبرامج المناسبه لهذا الموضوع ولا يعتمد على تشخيص الاطباء لماذا من خلال دراستهم وتحقيقهم ثبت عندهم من ان اجهزه الكمبيوتر نسبه الخطا في تشخيصها اقل بكثير وكثير جدا من نسبه الخطا في تشخيص الاطباء للامراض الخطيره عبر المعطيات التي تتوفر لديهم هذه المعطيات اذا ما اعطيت لاجهزه الكمبيوتر المبرمجة فيما يخص هذا الموضوع فإن النتائج التي تقدمها أجهزة الكمبيوتر نسبة الصواب فيها أعلى وأعلى من نسبة الصواب في تشخيص الأطباء بشكل شخصي مباشر من عند أنفسهم الكلام احتمالي لا يمكننا ان نبني على هذه الاحتمالات وقد يقول قائل من انكم الذين تفكرون بالمنطق الديني انا او غيري من مختلف الديانات من قال من ان كلامكم صحيح هذا الاشكال وارد لكنني كما قلت لكم انا اجيب بحسب ما اعتقد ولست مسؤولا عن اعتقاد الاخرين وحينما اقيم النتائج التي وصل اليها مايكل نيوتن وغيره أقيم هذا من وجهة نظري لا شأن لي بالاخرين ان يقبلوا ما اقول او ان يرفضوا ما اقول هم احرار فيما يعتقدون وانا حر فيما اعتقد الا ان السؤال موجه الي وانا الذي اجيب على الاسئله قطعا ساجيب بحسب ما أعتقد ولا أجيب بحسب ما يعتقد الآخرون. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يعنيه. عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة عن بدر ابن الخليل الأزدي قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان ايتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط ادم عليه السلام الى الارض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في اخره فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في اخر الشهر والقمر في النصف فقال ابو جعفر الباقر صلوات الله عليه اني لاعلم بما تقول ولكنهما ايتان لم تكونا منذ من هبط آدم, ادم عليه السلام السائل في رسالته يقول من ان بعض المسلمين يستدل بهذه الايات واشار الى ايه من سوره المؤمنون انها الايه الرابعه بعد العاشره بعد البسمله ثم انشاناه خلقا اخر هذه الايه واضحه لا علاقه لها بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد يريدون ان يفهموها ذلك امر راجع اليهم الايه في سياق قصه خلق الانسان في رحم امه الايات من الايه الثانيه بعد العاشره بعد البسمله والى الايه السادسه بعد العاشره بعد البسمله ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحمة هذه المراحل يشترك فيها الإنسان مع الحيوان قطعا الإنسان بما هو إنسان في تكوينه البيولوجي والحيوان بما هو حيوان في تكوينه البيولوجي ولكن اذا اردنا ان ندرس الموضوع تشريحيا فان المسيره التشريحيه لتكوين الحيوان مع المسيره التشريحيه لتكوين الانسان هناك تطابق الى حد بعيد ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر هنا تاتي الانسانيه بخصائصها ثم انشاناه خلقا اخر هذه الانسانيه كنهها ما هو لا نعرفه لا نعرفه لا نعرف كنها الاشياء كما اننا لا نعرف كنها الحيوان المراد من كنهه الاصل العميق الذي جعله حيوانا بما هو هو والمراد من كنه الانسان الاصل العميق في اصل تكوينه الذي جعله انسانا بما هو انسان هذا الكنه لا تصل عقولنا اليه انما نستطيع ان ندرس اثار هذا الكون حينما نتحدث عن عقل الانسان فان عقل الانسان اثر من اثار كنه الانسان وحينما نتحدث مثلا عن ضحك الانسان عن تعجب الانسان عن بكاء الانسان هذه الحالات التي لا تظهر على الحيوانات هذه اثار لكنه الانسان اما كنه الانسان ما هو نحن لا ندركه لا ندرك كنه الانسان ولا ندرك كنه الاشياء ما ندركه ندرك الاثار ومن هنا فان المتخصصين في علم المنطق والمتخصصين في تعريف الاشياء ماذا يقولون؟ يقولون من اننا لا نعرف فصول الاشياء الفصول هي الرموز المشيره الى كنه الاشياء وما نطلق عليه عنوان الفصول ما هو بفصول انها اعراض انها اعراض الاعراض منها ما هو عام ومنها ما هو خاص انا لا اريد ان اشغلكم في دوامه اصطلاحات المناطقه والفلاسفه ولكن الكلام هو الذي جر الكلام فجئت الى هذه الجهه فيقولون ما يقال له فصول والفصول كما قلت لكم رموز اشارات تشير الى كنه الاشياء انها اعراض انها اعراض من الاعراض الخاصه لكنها من الاثار القريبه للفصول والا فاننا لا نعرف من فصول الاشياء شيئا لو كنا نعرف فصول الاشياء لأدركنا كنهها ونحن لا ندرك كنه الاشياء انما ندرك اثار كنهها فالعقل القوة العاقلة عند الانسان القوة الناطقة القوة الضاحكة القوة الباكية الى سائر الاثار الاخرى الى سائر التفاصيل الاخرى كل هذا يشير الى كنه الانسان اما كنهه ليس معروفا عندنا ثم انشاناه خلقا اخر هذا هو الذي نحن لا نعرفه انه الانسان بما هو هو فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون هذه التجارب لا علاقه لها بالموت وانما ترتبط بالحياه وليست بالموت وهذا سيتضح لكم جليا في حلقه يوم غد حينما انقل الحديث الى معارف العتره الطاهره ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون ما مر على هؤلاء اصحاب التجارب مر عليهم وهم على قيد الحياه صحيح ان ارواحهم خرجت من اجسادهم ولكنهم في عالم الحياه وليس في عالم الموت فعالم الموت شيء اخر ياتينا الحديث عن هذه التفاصيل تباعا اشارت الرساله الى ايه اخرى وهي في سياق ايات من سوره الواقعه وننشئكم فيما لا تعلمون جاء هذا في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة الواقعة في سياق آيات تقارب في المضمون ما قرأته من آيات في سورة المؤمنون من الآية الثامنة والخمسين بعد البسملة والى الايه الثانيه والستين بعد البسمله من سوره الواقعه افرايتم ما تمنون انه الماء الذي اذا ما امتزج ببويضه المراه تكون الجنين أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ليس هناك من سابق يستطيع أن يسبقنا وما نحن بمسبوقين نحن الغالبون ونحن الفائزون ونحن السابقون المقتدرون افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن الخالقون القرآن هكذا يقول ونحن أنا وأنتم نحن المخلوقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين لا يسبقنا سابق نحن الغالبون نحن الفائزون نحن الناجحون نحن المقتدرون وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون لا يوجد دليل على ان النشاه التي تتحدث الايه عنها ترتبط بموضوع تناسخ الارواح وتعدد الحيوات لا يوجد دليل على ذلك وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون في ثقافه العتره الطاهره في عالم البرزخ يمكنكم ان تعودوا الى برنامج دليل المسافر كي تطلعوا على الكثير من التفاصيل المهمه التي ترتبط بهذا الموضوع في عالم البرزخ اكثر الناس ستذهب الى مقابر النوم سينامون ينامون ينامون الى يوم القيامه انها مقابر النوم وهناك القبور الجنانيه وهناك القبور النيرانيه هناك من يوضع في قبر ويفتح فيما بينه وبين الجنان ما يصل اليه من نعيمها عن اي جنان اتحدث عن جنان البرزخ وليس عن جنان الاخره في عالم البرزخ هناك جنان وهناك نيران هناك جنات عدن البرزخيه وهناك جهنم البرزخيه في عالم البرزخ قلت لكم هناك مقابر النوم قبور النوم هناك القبور الجنانيه يوضع في قبره ويفتح له فيما بين قبره وبين الجنان البرزخية ما يأتيه من نعيم وهناك من يوضع في قبره ويُفتح فيما بينه وبين جهنم ويأتيه ما يأتيه من عذاب جهنم عبر تلك البوابة الجهنمية وهناك من يذهبون إلى جنان البرزخ وهناك من يذهبون إلى جهنم البرزخ هؤلاء الذين يذهبون إلى جنان البرزخ وإلى نيران البرزخ أرواحهم ستكون في أجساد هي غير أجسادهم الدنيوية الروايات هكذا قالت وإنما تشبه أجسادهم الدنيويه سياكلون ويشربون في الجنان في الجنان البرزخيه بحسب تلك الاجساد انها ليست كالاجساد التي يبعثون بها يوم القيامه هذه اجساد برزخيه ما هي بمعنويه وما هي بمادية مطلقة انها برزخية ما بين المادة والمعنى ولذا فهم يأكلون ويشربون وكذلك هم يعذبون في جهنم البرزخ هذا موضوع البرزخ موضوع مفصل وهناك نشآت أخرى فإن الآية تتحدث عن هذه النشاه وعن غيرها انا لست بصدد تفسير هذه الايات لكن الرساله تحدثت عن هذه الايات فلذا اجملت الكلام بخصوص ما جاء في سوره المؤمنون وساجمل الكلام هنا بخصوص ما جاء في سوره الواقعه وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون علمنا النشأة الاولى حينما استمرت حياتنا في الدنيا وعلمنا ما علمنا من بدايات نشاتنا قطعا كل شخص بحسبه ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكرون وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم فاننا في البرزخ اذا كنا من اهل الجنان او اذا كنا من اهل النيران ستكون اجسادنا مماثله لاجسادنا الدنيويه التي سنبعث بها يوم القيامه فهنا في عالم البرزخ نحن امثال لما كنا عليه في عالم الدنيا وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون موضوع البرزخ موضوع واسع مفصل قلت لكم قبل قليل عودوا الى برنامج دليل المسافر كي تطلعوا على كل التفاصيل من قرانهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وتلاحظون ان تطابقا وتوافقا فيما بين مضامين ايات سوره المؤمنون ومضامين ايات سوره الواقعه قطعا ليس من كل الجهات ولكن من جهات عديده افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين الى بقيه ما جاء في الايات نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون في سورة المؤمنون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون نذهب إلى فاصل عن جابر الجعفي قال سمعت ابا جعفر امامنا الباقر صلوات الله عليه يقول انما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف امامه منا اهل البيت ومن, ومن لا يعرف, يعرف الله عز وجل ولا, ولا يعرف, يعرف الامام منا اهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا هناك الكثير من التفسيرات التي قد توصف بالتفسيرات العلميه هم هكذا يقولون اتحدث عن تفسيرات لهذه الحالات التي عاشها هؤلاء الذين يعتقدون من انهم مروا بتجارب الاقتراب من الموت هناك من يقول انها هلوسه هذا الذي يتحدثون عنه يتحدثون عن حاله هلوسه مروا بها ما المراد من الهلوسه حينما يكون الانسان في ظرف ليس اعتياديا ليس طبيعيا بالنسبه له خصوصا حينما يعيش حاله صدمه نفسيه بسبب مرض بسبب خوف بسبب حادث اصطدام سير شديد جدا بسبب توقعه انه سيموت لاي امر يمر على الانسان ظرف شديد صادم بالنسبه له يؤدي الى اختلال الجهاز العصبي عند الانسان فيدخل الانسان في هلوسه ما هي الهلوسه من ان الانسان يخيل له انه يرى اشياء وهي ليست موجوده لكنه فيما بينه وبين نفسه يعتقد بوجودها ومن انه يسمع اشياء يسمع اصواتا لا وجود لها لكنه فيما بينه وبين نفسه يقطع بوجود تلك الاصوات ومن ان الاصوات قد وصلت الى اذني ولو ان احدا كذبه فانه يعتقد بان الذي كذبه جاهل او انه يريد ان يعانده فهو قاطع من انه راى شيئا وهو قاطع من انه قد سمع شيئا راى شيئا لا وجود له سمع شيئا لا وجود له هذه هي الهلوسه وهذه الحاله تطرا على الانسان في بعض الاحيان واسبابها كثيره فهناك من يقول من ان الاشخاص هؤلاء بسبب الحاله النفسيه للمرض الشديد الذي مروا به أو بسبب الصدمة النفسية بسبب الحادث الذي واجهوه أو بسبب خوفهم من الموت لأنهم واجهوا أمرا أحسوا أو توقعوا من أنهم سيموتون بسببه لذا فإن الجهاز العصبي دخل في حالة اضطراب وارتباك مما جعلهم يعيشون هلوسه فهذه الاشياء التي يقولون من انهم قد شاهدوها لا وجود لها وهذه الاشياء التي قد سمعوها يقولون من انهم قد سمعوها لا وجود لها وانما هي هلوسه في هلوسه قطعا هذا الكلام ليس منطقيا ولكن هناك من يقول بهذا هذه التجارب التي يقال عنها تجارب الاقتراب من الموت هكذا اصطلحوا عليها هذه التجارب كثيره هذه الحالات كثيره وكثيره جدا في زماننا كثرت كانت موجوده في الازمنه الماضيه لكنها كانت محدوده ولا تتوقعوا ان الاعلام كان سببا في انها صارت واضحه وظاهره لكن الاعلام ليس سببا في كثره عددها هذه الحالات كانت موجوده في الماضي لكنها ليست بهذه الكثره. هذه النقطه ساعود اليها في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى. اذا هناك من وصف هذه الحالات بالهلوسه. وهناك من شرحها وصفها فسرها بطريقه اخرى فقال مثلما هو الانسان عنده قابليه الاحلام فانه يرى الاحلام في منامه وهناك احلام اليقظه في بعض الاحيان الانسان يرى في يقظته قد يقال لحاله الانسان وهو يعيش بقوه في خياله ويتخيل الامور ويعبر عن الخيالات هذه باحلام اليقظه لكن الإنسان أيضا في بعض الأحيان وهو في حال اليقظة يرى أحلاما وهذه هي أحلام اليقظة في الحقيقة يقولون مثلما الإنسان يرى أحلاما في منامه ويرى أحلاما في يقظته ومثلما الإنسان يمتلك الحدث الواضح والبين يتوقع الامور التي وقعت الان بعيده عنه او يتوقع امورا ستقع في قادم الايام ويتحقق توقعه هذا وبمرور الزمن فان الانسان يطمئن الى نفسه من ان حدثه حقيقه فهناك قابلية الاحلام في اليقظه والمنام وهناك قابلية الحدث وهناك الحاسة الفائقة الحواس الفائقة عند الانسان والتي يهتم بها علم الباراسيكولوجي هناك مجموعه من القابليات عند الانسان هي حقيقه فيقولون هذه قابليه تظهر عند الانسان اذا ما مر بهذه الظروف العصيبه فان الانسان تظهر عنده هذه القابليه والا لماذا جميعهم على اختلاف دياناتهم على اختلاف بلدانهم على اختلاف جنسهم هناك رجال وهناك نساء على اختلاف اعمارهم هناك اطفال وهناك شيوخ كبار التشابه واضح فيما راؤه هناك الكثير من المفاصل في تجاربهم هذه متطابقه ومتشابهه الى حد بعيد يقولون الحال حال الناس فيما يشاهدون من احلام في مناماتهم والاحلام تتشابه ولذا في دراسه الاحلام وضعوا قواميس لمفردات يشاهدها الجميع وبداوا يفسرون هذه المفردات وهناك القواميس الحديثه في تفسير مفردات الاحلام التي انتجتها الجامعات الكبيره واشرف عليها كبار علماء النفس الذين يتخصصون بدراسه علم النوم وبدراسه الاحلام التي هي جزء من علم النوم فيقولون هذه قابليه تظهر عند الانسان حينما يمر بهذه الظروف كالغرق كالسكته القلبيه وغير ذلك من الظروف التي اشرت اليها هذا تفسير تفسير اخر يقولون من ان الحاله هذه هي رده فعل عند الانسان لاجل ان يسهل على نفسه الموت حاله الدفاع النفسي عند الانسان وهذه الحاله موجوده عند الانسان حينما يواجه مشكله كبيره فان الانسان يبدا باقناع نفسه من ان المشكله ليست كبيره مع انها كبيره في الواقع ولكنه يبدا بتلقين نفسه بترويض نفسه باقناع نفسه على ان الامر ليس عسيرا الى ذلك الحد، وهذه قضيه منطقيه جدا ولها تاثير، فان اليسير ما يسرتموه على انفسكم وان العسير ما عسرتموه على انفسكم كما يقول رسول الله صلى الله عليه واله فان اليسير ما يسرتموه على انفسكم وان العسير ما عسرتموه على انفسكم لكن هل هذا التفسير تفسير صحيح؟ هو يستند الى حقيقه موجوده في التكوين الانساني من ان الانسان بامكانه ان ييسر الأمور على نفسه حتى لو كانت عسيرة وأن يعسر الأمور على نفسه حتى لو كانت يسيرة فإن اليسير ما يسرتموه على أنفسكم وإن العسير ما عسرتموه على أنفسكم مثل ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أيضاً كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى بن عمران خرج طالبا لقبس من النار كي يعود به إلى أهله فرجع بالرسالة والنبوة فكن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو إن اليسير ما يسرتموه على أنفسكم وإن العسير ما عسرتموه على أنفسكم، هذه حقيقة لكن التفسير ليس صحيحا هذا تفسير من التفسيرات من أن الإنسان هنا يعيش حالة دفاع نفسي لانه في مواجهه الموت فلاجل ان يسهل هذه المواجهه يدخل في حاله من التخيل والتصور الكلام ليس منطقيا الى حد بعيد جدا نذهب الى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليلة عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ان امر السفياني من الامر المحتوم وخروجه في رجع عن الحارث بن المغيره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحه التي في شهر رمضان تكون ليله الجمعه لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان هناك تفسير رابع من أن الذي شاهدوه وسمعوه هو انعكاس للمخزون عندهم من المعلومات في طبقة اللاشعور وقد تهيجت تلك المعلومات بسبب الصدمه الكبيره التي واجهوها اما في حادث سير خطير جدا او في سكته قلبيه مفاجئه او او فبسبب الصدمه القويه تهيجت المعلومات المخزونة في اللاشعور عندهم وظهرت إلى السطح ولذا هم يقولون لماذا المسيحي يرى في تجربته هذه ما يقارب عقيدته المسيحيه والمسلم يرى في تجربته هذه ما يقارب عقيدته الاسلاميه قطعا هذا ليس بالمطلق في كل التجارب ولكن الاستفسار الذي اشرت اليه استفسار منطقي لماذا المسيحي يرى فيما يرى ويسمع فيما يسمع ما ياتي منسجما مع عقيدته وكذلك المسلم لماذا؟ وهكذا عند البقيه هذا سأوضحه لكم في حلقة يوم غد بحسب ما سأبينه لكم في ضوء ثقافة العترة الطاهرة لكنني الآن بصدد عرض التفسيرات التي طرحت ولا أريد أن أناقشها في كل تفاصيلها فهذا تفسير رابع من أن مخزون اللاشعور يظهر إلى السطح فالإنسان عنده مخزون في طبقة الشعور ومخزون في طبقة اللاشعور طبقة اللاشعور تختزن من معلومات الحياة التي مرت بالإنسان ربما أكثر من ثمانين بالمئة والإنسان ليس ملتفتا إليها قد تقولون كيف ذلك على سبيل المثال مثلا إذا كان الإنسان جالسا في مكان لوحده لا ينظر إليه أحد فحينما يتمدد على الارض يتمدد على السرير حينما يجلس كي ياكل طعاما فانه لا يلتفت كثيرا الى طريقه تصرفه لانه سيتصرف بشكل تلقائي هذه التصرفات تصدر عنه من طبقة اللاشعور، شعور ولذا لو كنا نرصده من دون ان يدري فاننا سنجده ياكل بطريقة كطريقة ابيه فقد انطبعت هذه الصورة في طبقة لا شعوره وهو في اللحظة هذه ليس ملتفتا للطريقة التي ياكل بها لأن أحدا لا ينظر إليه كي يراعي بعض الأمور فهنا ستظهر المعلومة التي اختزنت في لا شعوره بدرجة قوية جدا لأنه كان يرافق أباه لفترة زمانية طويلة وكان معجبا بأبي وكان متأثرا بأبي ومن هيبة أبيه واحترامه فإنه كان يراقب أباه كيف يأكل فهذه الصورة منطبعة في لا شعوره لكنه في حاله اذا كان جالسا بين الناس ولا بد ان يراعي الاعراف البروتوكولات المعهوده بين الناس وهم ياكلون فانه سينطلق من المعلومات المخزونه في طبقه شعوره اما أن يكون قد رسم له طريقة في أكله أو أنه يقلد أحدا مشهورا وقد احتفظ بهذا التقليد في طبقة الشعور لأنه يحتاجه دائما بسبب اجتماعاته الكثيرة مع الناس وبسبب الولائم والدعوات الكثيره التي يحضرها فهو بحاجه الى التزام معين باتكات معين باسلوب معين حينما ياكل هنا يعود الى طبقه الشعور ولكن حينما يتصرف من تلقاء نفسه من دون ان يراقبه احد في الاعم الاغلب فإنه سيعود إلى طبقة اللاشعور. شعور هذا هو الذي يتحدثون عن من أنه في حالة الصدمة الشديدة فإن الإنسان لا يبالي بما حوله وحينئذ ستنفلت المعلومات من طبقة اللاشعور. شعور وطبقة اللاشعور يختزن فيها الكثير والكثير من المعلومات التي يكون الإنسان غافلا عنها وناسيا لها فهذه معلومات خرجت من خزانة اللاشعور إنهم يفسرون هذه التفسيرات كي يبتعدوا عن الغيب كي يبتعدوا عن الدين كي يبتعدوا عن التفسير الالهي ولذا هناك من ذهب الى الهلوسه وهناك من ذهب الى بقيه التفسيرات التي اشرت اليها حتى وصلنا الى هذا التفسير الرابع هناك تفسير خامس يقولون بسبب الصدمة فإن دماغ الإنسان قد تعرض إلى حالة انهيار تام منظومة الدماغ ومنظومة الجهاز العصبي تعرضت إلى حالة انهيار تام ودخل المخ في اضطراب كيميائي الحاله الكيميائيه للمزاج الانساني قد انقلبت وبسبب انقلاب الحاله الكيميائيه لمزاج الطبيعة الانسانية في حالتها العادية لقد انقلبت تغيرت دخلت في جو جديد فبدا الانسان يرى ما يرى ويسمع ما يسمع البعض رأى اشياء مفرحة والبعض رأى اشياء محزنة بسبب الانقلاب الكيميائي لمزاج طبيعه الانسان في مخ الانسان وفي سائر جسمه في سائر تكوينه ان الحاله الكيميائيه لها تاثير كبير على الانسان في تصرفاته وأخلاقه وسلوكه وتصوراته هذا أمر حقيقي لكن الذي حدث لا يفسر بهذه الطريقة مثل ما قلت لكم هؤلاء يريدون أن يبعدوا القضية من إطارها الغيبي من إطارها الديني من اطارها الالهي يريدون ان يجعلوا القضيه قضيه كيميائيه بيولوجيه قضيه ماديه ميكانيكيه صرفه لا علاقه لها بشيء يكون وراء الماده هناك محاولات هنا الآن لإجراء تجارب على الناس كي يجعلوهم يعيشون نفس الحالة لكي يثبتوا أن الحالة لا علاقة لها بالغيب هناك تجارب تجرى الآن في المختبرات العلمية وفي الجامعات في العديد من دول العالم لأجل ان يثبتوا من ان الحالات التي طرأت على هؤلاء لا علاقه لها بالغيب ولا صله لها بما وراء الماده وانما القضيه محصوره في نفس الكيان الانساني في جسمه هذا في مخه هذا في جهازه العصبي وفيما طرا عليه من تغيرات كيميائيه او من تقلبات هرمونيه انا لا اريد ان اتشعب كثيرا في هذه الجهه انما ضربت لكم امثله من التفسيرات ومن النظريات التي حاولت وتحاول ان تفسر هذه الظواهر اتحدث عن تجارب الاقتراب من الموت كما يصطلحون عليها هذه التفاسير العلميه قطعا هناك مجموعه من التفاسير الدينيه المسيحيون يفسرونها وفقا لمعتقدهم اليهود كذلك الهندوس كذلك وهكذا والمسلمون ايضا يفسرونها وفقا لمعتقدهم انا لا اريد ان اخوض في هذه التفاسير يمكنكم ان تدخلوا الى الشبكه العنكبوتيه او انكم تقرؤون في الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع لكنني ساحدثكم عن ثقافه العتره الطاهره حديثي عن ثقافه العتره الطاهره ساؤجله الى حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى اذهب الان الى فاصل وبعد الفاصل اعود اليكم عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ان الله كان اذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الانوار الذي نورت منه الانوار واجرى فيه من نوره الذي نورت منه الانوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليهم بالاجمال اقول لكم من ان الحالات التي عاشها اصحاب التجارب هذه لا علاقه لها بالموت انني احدثكم عن الموت من رؤية ثقافة العترة الطاهرة. عالم الموت شيء اخر. إذا أردتم أن تطلعوا على عالم الموت وتفاصيله عودوا إلى برنامج دليل المسافر العنوان واضح هذا البرنامج دليل لمسافر من اين يسافر والى اين هذا سفر سفر يبدا من لحظات الاحتضار الى العاقبه الاخيره الى الدخول الى الجنان او الدخول الى النيران سفر طويل برنامج دليل المسافر برنامج يتكفل بتوضيح وشرح محطات هذا السفر استنادا الى قرانهم قران محمد وال محمد المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذا البرنامج موسوعة فكرية مهمة جدا لا لأنه برنامجي مضمون البرنامج مضمون قرآنهم المفسر بتفسيرهم مضمون أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم البرنامج لا هو برنامجي ولا برنامج ابي ولا برنامج خالتي البرنامج برنامج ثقافه العتره الطاهره موسوعه علميه واقولها بملء فمي بامكانكم ان تقارنوا فيما بينه وبين وبين ما كتب في المكتبه الشيعيه منذ بدايه الغيبه الكبرى والى الان في نفس الموضوع ستجدون فارقا كبيرا قارنوا بينه وبين كل ما قاله القائلون وتحدث به المتحدثون على المنابر على المواقع الالكترونيه في الفضائيات سوف تعرفون من انه لا وجه للمقايسه بين ما جاء في هذا البرنامج وبين ما كتب وبينما قدم في البرامج وبينما قيل على المنابر اذا اردتم ان تعرفوا الموت وما بعد الموت فعودوا الى برنامج دليل المسافر واذا سنحت فرصه فاننا سنعيد بثه على هذه الشاشه انها ثقافه العتره الطاهره من هنا فانني اقول ما شاهده اصحاب هذه التجارب اتحدث عن تجارب القرب من الموت ما شاهدوه وما سمعوه لا علاقه له بالموت وما هو بهلوسه ولا هو برده فعل انهم شاهدوا حقيقه وسمعوا حقيقه لكن التفسير ليس كما فسر المفسرون من الذين ذكرت لكم اقوالهم او من اصحاب الديانات فيما فسروا وفقا لدياناتهم. نلتقي غدا ان شاء الله تعالى. اسالكم الدعاء جميعا في امان الله.